نعم روبير، عمليا يعني أوكرانيا الآن في وضع صعب، هي تريد لفت أنظار العالم، تريد لفت أنظار حلفائها إلى الوضع الخطير هنا، وهي من جهة أخرى لا تريد كل الكلام عن التصعيد وعن حتمية الهجوم الروسي أو الحرب التي ستشنها روسيا على الأراضي الأوكرانية. بالنسبة لأوكرانيا هي راضية عن الأداء الأمريكي إلى حد ما، خاصة في الأيام الأخيرة، والحديث عن تعزيز صفقات السلاح ونقل المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. هي بانتظار نحو 40 شحنة جوية من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، هي في الغالب أسلحة خفيفة وذخائر وأسلحة مضادة للمدرعات، لكن هي أيضا تتخوف من كل الأحاديث الأمريكية، خاصة حديث وزير الدفاع الأمريكي بالأمس ورئيس هيئة الأركان المشتركة عن حتمية الحرب الروسية وأن القوات الروسية جاهزة لشن هذه الحرب. بالأمس كان حديث خطير، هذه الأحاديث تنعكس على الشارع الأوكراني عموما، وهذا الشارع منقسم وهو حساس للغاية، وأيضا تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأوكراني. الرئيس بالأمس الرئيس الأوكراني تحدث عن هذا التأثير الخطير، وقال بأن هنالك بعض التصريحات غير المسؤولة حتى من الحلفاء، حلفاء أوكرانيا، طالبهم فيها بتهدئة الأوضاع وعدم الحديث عن حتمية الحرب، لأن هذا يضر إلى درجة كبيرة بالاقتصاد الأوكراني، خاصة في هذه الفترة الحساسة. هنا تكتشف أوكرانيا بأنها صحيح تستطيع جذب انتباه دول العالم، لكن هنا ينتهي الدور الأوكراني وتبدأ لعبة الكبار، لعبة القوى العظمى، الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، فيما هي لا تملك الكثير للتأثير على آراء هؤلاء، وهي تدفع الثمن عموما، هي تحاول أن يكون الثمن في أقل أو في أدنى درجاته، وليس مثلا انهيار الاقتصاد الأوكراني، وليس الدخول في حرب. هي لعبة خطيرة لا تملك فيها أوكرانيا الكثير من أوراق اللعب. ربما الأسبوع القادم سيشهد الكثير من الحراك السياسي، سيأتي رئيس الوزراء البريطاني جونسون إلى أوكرانيا على الأغلب وإلى أوروبا الشرقية في حراك سياسي، سيكون هنالك لقاء بين الرئيس الروسي والرئيس الصيني، أيضا ستكون هنالك محادثات ما بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي. هنا في انتظار انفراجة، في انتظار ربما تأثير للخطوات الدبلوماسية وهذا الحراك الدبلوماسي على توتر الأوضاع. الشارع الأوكراني أيضا ينظر بترقب إلى هذا الحراك الدبلوماسي في الأيام الأخيرة، وهنالك أمل كبير بأن يتم تجنيب البلاد. نعم. الحرب التي تتحدث بعض المصادر عن أنها باتت محتومة. مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف الزميل نضال كناعنة وكل هذه المعلومات.